مساء الخير أعزائنا المشاهدين، وحلقة جديدة من خلال برنامجكم العربي بيت للكل. حقيقة اليوم حلقتنا تحمل محورين مهمة، بالأول المحور السياسي والذي يخص القمة المصغرة، وأيضا محور ثاني يخص خليج 25 في البصرة. وحين شاخت مواويل الجنوب على كفيه عاد، ولكن عاد منتصرة، فكان العراق. ومن العراق إلى القاهرة، قاهرة المعز، قاهرة المعز لحصن العرب، سند الأمة وذخرها المكين. ومن القاهرة إلى عمان الساطعة مثل شمس تموز، الباقية على عهد الأولين. ومن عمان الرئة الأخرى لفلسطين وللقدس، أول الرسالات وأول الحضارات باقية على قيد الحرية. مساء الخير عليكم زملائي، وإحنا نبتدي حلقتنا لهذا اليوم. حقيقة الفرحة الكبيرة أيضا عدنا إلى مسبيرو، واجتمعنا هذه الجمعة اللي صار فترة ومدة مشتغل من بلداننا بسبب ظروف معينة، وأنقل لكم أجواء اللي كنت تمنيت تتواجدون في العراق حقيقة، وخاصة في البصرة في جنوب القلب جنوب العراق، بطولة خليجي 25 اللي لاحظنا من خلال الشاشات العربية أيضا احتضان العراق للأخوة، وحينما استطاع العراق أن يعود وينتصر باحتضان الأخوة والأشقاء العرب على أرض البصرة الفيحاء بتقديم صورة مثالية للترابط والتلاحم والمصير المشترك، وأيضا قضية العرب الكبرى دائما ما ننساها من خلال هذا البرنامج حتى في خليج 25. مشاهد القلوب كانت تتمنى بأن يتواجد أيضا علم فلسطين داخل هذه البطولة الكبيرة، على رغم استعداداتها وما أعطت من رسائل ومسجات مهمة بأن العراق متوحد مع كل البلدان العربية، وهو فاتح الأبواب على مصراعيها لكل زائر يأتي إلى العراق. أنا كمان بدوري الحقيقة يعني افتقدتكم جدا واشتقت للجميع، وحسيت كده بأنه برنامج مثل الكل زي ما هو مرتبط بشعوبنا العربية اللي بنقدم لهم على الشاشات العربية المختلفة، لكن أعتقد قوته في اللمة بتاعتنا في الاجتماع، يعني اجتماعنا على نفس الكلمة نفس الرأي، وإن اختلفت حتى أوضاعنا لكن أكيد بنكمل بعض. خليني أخدكم كمان إلى قمة القاهرة، القمة التي تناقش الأوضاع السياسية والاقتصادية العربية، خصوصا بعد وصول التطرف الفاشي في إسرائيل إلى سدة الحكم. إذن مشاهدينا، زي ما حكت شافكي، القمة الثلاثية الفلسطينية الأردنية المصرية في القاهرة، هذه القمة التي تعقد حتى تناقش كثير من التحديات التي تواجه أولا المنطقة العربية بمجملها في ظل التطورات زي ما حكت شافكي، في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وأيضا الأوضاع التي تمر بها القدس، وأيضا تطلعات إلى المستقبل. القمة الثلاثية في القاهرة.